السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات فاطمة مع جوج أشكال الصابلي في فيديو جديد من عجينة واحدة بالكونفيتير وبعجينة الشوكولات. وكنتمنى منكم تتابعوا معايا الفيديو حتى الأخير، ولأول مرة يزورني يشارك في القناة ويفعل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، واللي عنده شي سؤال أو أي استفسار يخليه لي في التعاليق ونخليكم مع الطريقة. بسم الله على بركة الله، هو العجين اللي غنخدم به. أما بالنسبة للرابط غنخلي لكم في صندوق الوصف. غادي ناخد شوية من العجين وندلكها كما العادة بين بلاستيكة. كنرد عليها البلاستيكة من ربعة الجوايه كما العادة، وكندلك ضروري انا كنتني الميكا باش يجي مقد من ربعة الجوايه. مازال غنزيد ليه واحد شويه رقاق، ما عطيتوش لي سباس فينا. المهم غادي نخدموا بهاد المرشم هادو، غنوريكم الطريقه كيفاش. وما خدمتهم ودرتهم في الطاوه، دابا هاد المرشم باش غادي نخدم نوريكم الطريقه تا اخر لحظه تا خدمتهم. عاد فكرت قلت ما علاش لا ما نشارك معاهم هاد التشكيلات كيفاش كنديرهم. المهم كنديروا وحده مثقوبه وحده لا من هاد الجهه اخرى، وكنهز هذا كان البريضات وكنديرهم هنايا في هاد الخويا، وكنثقب بهنا ديال الشتاء باش هنا كنعمرو بالكونفيتير. نعاود معاكم وحده اخرى ونعاود نقلب، وكندير بهذا المرسم بيضاء، وكنحط هنا وكندير ديك العوينه كنعمرها بالكونفيتير. هذا كندير ليه الدقيقه وكنهز بيه. المهم كنهز ونحط في الطاوه، وكنعاود ندير ليها الدقيق، وكنهز هذه اللي مثقوبه بالحشوه ديالها كنحطها هكاك في الطاوه بالحشوه ديالها، ما كنحيدش ليها داك الوسط حتى كنحطها. عاد كنهز شي موس وكنهز ديك الحشوه باش يبقى الشكل ديالها كما هو، ما يخسرش ليا الشكل. المهم غنزيد على هذه الطريقه. ها هي شتو ديك الحشوه ما كنحيدها، نحطوها في الطاوة حتى كنحطوها في الطاوة. عاد كنهزو هادو باش ما يخسر لينا الشكل ديالها. شتو كي كيولي الشكل ديالها زوين، كنهزو بالموس هاهو باش تبقى في الشكل ديالها. ما اخرى الا رقيقه راه كتعذب، كيعذب شويه هاد المرشم. الا غليظه لا ما كيعذبش. عاود كنديروها في الدقيق، ضروري نضغطوا عليه باش يبين لينا الرشمه. المهم كنمشيو على هذه الطريقه حتى كنكملوا. كاين عنده جوج وجه، الوجه اللي بغيتي كديريه، وهذا المرشم الاحسن تكون العجينه غليظه، غير انا بغيت نلصقهم داكشي علاش كنديرهم رقاق. ها هو الشكل الاخر. ديك الساعه زين على حساب الاختيار اللي بغيتي كتزيني به، ضروري تضغطي هذا الوسط باش يخلي فيه الرشمه. كنديروا الدقيق لهادي وكنهزوا بها
دابا هادو غادي نلصقهم، واللي درتها غليظه ما كنلصقهاش. المهم كنمشيو على هاد الطريقه حتى كنكملو الشكل بجوج. دغيا هادي دغيا كتهزي بيها، كديري ليها غير الدقيق. اما البنات هو الصاب اللي كيجي راه محمر وزوين، اللون ديالو زوين، خرجتو من الفران عاد دابا هو محمر. المهم هو نوريكم التزيين ديال الصابلي اللي درت بهذا المرشم، والمرشم باش غادي نزينو عندنا عجينه الشوكولات. كاينه البيضه اللي درتها بالشوكولات البيض ولونتها بالملون البيض، كاينه اللي درتها بالشوكولات الاسود. المهم كنقطعو بالمرشم، كنقطعو وكنلصقو على الصابلي، كنضغطو مزيان باش الرشمه ديال المرشم تبان لينا في العجينه الشوكولات. المهم ها هما قطعناهم، كنسرحو العجينه، كنديرو ليها السكر كلاصي، كنغبروها شويه بالسكر كلاصي، وكنديرو ليها الدلاك، وكندوزها هنا في لامبيريا. كاين اللي كيدير غير الدلاك كيدلكها، انا اللي كندوزها في لامبيريا. وعندنا العقيق في يدي باش غنزينو، عندنا الكونفيتير باش كنلصقو ولا شويه تاع الماء وديرو بالشتاء. المهم غنوريكم الطريقه كيفاش نقطعو بالمرشم الصغير. ها هو المرشم الصغير، كنقطعو به الرشيمات صغار. المهم غنعاود معكم، كنقطعو بالمرشم الصغير البيضه، وكان المهم حتى كنديرو فيها شحال، وكنقطعو الكحله حتى هي عاد ديك الساعه كنبداو في التزيين، وكنزينو كتجينا الخدمه سهله بهذه الطريقه. المهم غنجمعو باش نوريكم الطريقه كيفاش كنلصق. اللي بغى يلصق بالكونفيتير، اللي بغى الناباج، اللي بغى المهم غير الماء، الماء فشي زليفه ويهز بشي شي تشويه، ديك الساعه لكم الاختيار باش ما كتلصقوا. المهم لاباط تلصق على خدها، كنديروا غير شويه، غير كندهنوا ماشي بزاف. وديك الساعه كنحطوا لاباط وشوكولا اللي قطعناها بنفس المرشم. بغيتو الجهه عنده جوج جوايع عند المرشم، بغيتو الجهه اللي بغيتوها كتخدموا، عليكم الاختيار. المهم ها هو الشكل ديال الحليوات ديالنا، زينتهم باسمو، درت عقيق فضي ورشيمات على حساب الاختيار. ها واحد الشكل اخر درت ليه غير شويه صغير كرونا ديك الساعه. المهم غنعاود معكم واحده اخرى، كديروا لاباط من الفوق، وديك الساعه كدهنوا داك الوسط بشويه تاع الكونفيتير ولا شويه الماء، المهم شويه اللي تشد لكم لاباط صافي. وكديري عقيقه في الوسط وكتحطوه، ديك الساعه يقدر ديروا نتوما شي تزيين اخر مغاير على هذا يكون كاع احسن من هذا، غير كل واحد والافكار ديالو، كل واحد والفكره ديالو كي كيديروا التزيين، كل واحد كي كيخدم. المهم بغيت نوريكم انا، نشارككم الطريقه ديالي في الخدمه. هذا شكل جديد، وغنمشيو على هذه الطريقه ان شاء الله، وغندوزو لشكل اخر، غنوريكم الشكل اخر. غنديروا العقيق في الوسط، غنمشيو لشكل اخر ان شاء الله. المهم بالنسبه للشكل الاخر كندير ليه الكونفيتير، والكونفيتير من طبيعه الحال كنهزو كنديرو في كاسروله، كندير ليه سنيده على حسب القدر ديال الكونفيتير، كندير ليه سنيده، جوج معالق سنيده كنديرو حتى كيطبخ مزيان.
مزيان ديك الساعه كنحطو وكنلصق به، كيكون ثقيل ما كيكونش جاري، ما كيتكب ليا من الحلوه. المهم كنديروا الكونفيتير في داك الوسط، ومن بعد كنديروا الثقبه. ها هو الشكل ديال الحلوه كيجي كيجي من داك الشي الرفيع. المهم كنلصقوا كنديروا داك الوسط فيه الكونفيتير باش يجي في ديك الثقبه ويبان منها. سهلة زعما، ماشي شي حاجه، غير بغيت نشارككم هذا الشكل. كندير اللي بغى يدير لي الكونفيتير، اللي بغى يدير الشوكولات، اللي بغى التزيين، على حساب كل واحد وشنو كيدير في التزيين. بالنسبه لهاد التقيبات، كاين داك البيكور يمكن لكم تعمروا به دوك التقيبات ولا اي حاجه. عاود معكم واحده اخرى باش تفهموا الطريقه، والطريقه زعما ماشي شي حاجه مفهومه. كنديروا داك الكونفيتير شويه في داك الوسط باش يخرج من ديك الثقبه. شكل زوين، كيجي رائع، وحتى في المذاق كيجي زوين. نعمروا ديك الثقبه. المهم كنمشيو على هذه الطريقه حتى كنكملوا كامل داكشي اللي عندنا حتى الاخير ان شاء الله مع شكل اخر. حاجه سهله زعما، ماشي شي حاجه، ما كيدي حتى حاجه. هو الشكل كي كيجي زوين، عاطي المنظر، وحتى في المذاق. هو هذا الشكل تم التزيين ديالو بلاباط او شوكولا. غير لاباط درتها رقيقه، وبنتي ما كتضغطش مزيان على المرشم باش يبان مزيان. ولاباط الى رقيقه كتكون ما كيبانش فيها بزاف، خاصها تكون غليظه باش يبان فيها المرشم مزيان. وانا لاباط ما كنبغيش تكون كثيره باش تغلب على الصابلي، كنديرها في القياس. غير البنت اللي ما ضغطاتش مزيان على المرشم باش يبان. المهم ها الشكل النهائي ديالو كي كيجي، كيجي رائع. الشكل تم التزيين ديالهم، واحد بلاباط او شوكولا، واحد بالكونفيتير. درت لي الكونفيتير هذا زوقته بلاباط. ها الشكل ديالهم النهائي كي كيجي، كيجيو غزالين وعاطيين المنظر، غير بالعجينه وحده. هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات، كيخرجوا رائعين فنين في المذاق ولا في الشكل. وكنتمنى تنال اعجابكم وتستافدوا معايا، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.